لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التولة، وهي نوع محرم من السحر، حيث عرف العلماء أن التولة هي سحر يحبب المرأة إلى زوجها، أو خيط يقرأ فيه من السحر للمحبة أو غيرها. وعرف آخرون التولة وهو أن تذهب المرأة إلى الساحر ليجعل لها سحرا يزعم أنه يحببها إلى زوجها فلا يتزوج عليها، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. صدق الله العظيم. فمن السحر من يفرقون به بين الرجل وأهله، ومنهما يفرقون به بزعمهم بين الرجل وأهله، وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى.